كل سنة تمر علينا تبدي ب 13 مليون حلم. 13 مليون نوان تشوف بيها المستقبل. اللي يكتشف عالم جديد بعيد عن البيت. اللي يقطع مئات الأمتار حتى يوصل للمعلومة ويوصل لحلمه. واللي جاهد بعمله حتى يصنع جيل واعي. واللي يضحي كل شيء حتى تخلي الحلم حقيقة. واللي قاتل بجانب ثاني حتى يضمن مستقبلهم. واللي يصب كل إرشاداته وتوجيهاته حتى يصنع مجتمع متعلم وسليم. الخير جاي منهم ومنهم ننتظر، بس لازم ندعمهم. وأنت لا تتوقف عن دعم محيطك حتى يحققون أحلامهم. نحو مجتمع عراقي آمن ينبذ التطرف والكراهية ويؤمن بالسلم والتعايش. اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب.